السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الأسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء 24/5/2023 في الجولة 36 من الدوري الأسباني. اليوم إليتشي تعادلت أمام إشبيلية 1-1، أحرز هدف إشبيلية إريك لاميلا في الدقيقة 10، هدف إليتشي عن طريق تيتي مورينتي في الدقيقة 25. فياريال فازت على قادش 2-0. ريال مدريد فازت على رايو فايكانو 2-1، احرز هدفي ريال مدريد كريم بنزيما او ابراهيم في الدقيقه 31 ورودريجو في الدقيقه 89، هدف رايو فايكانو عن طريق راؤول دي توماس في الدقيقه 84. ريال بيتيس خسرت من ختافي 0-1، احرز هدف ختافي عمر الديريتي في الدقيقه 68. واسبانيول تعادلت امام اتلتيكو مدريد 3-3 بعد ما كانت اتلتيكو مدريد متصدره او فايزه يعني 3-0، قدرت اسبانيول تسجل 3 اهداف في الدقيقه 64 والدقيقة 76 والدقيقة 79. متابعين الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين. متصدر الدوري الإسباني في المركز الأول برشلونة ب 85 نقطة، ريال مدريد المركز الثاني 74 نقطة، أتلتيكو مدريد المركز الثالث 73 نقطة، ريال سوسيداد المركز الرابع 68 نقطة، فياريال المركز الخامس 63 نقطة، ريال بيتيس المركز السادس 56 نقطة، أتلتيك بلباو المركز السابع 50 نقطة، جيرونا المركز الثامن 49 نقطة، إشبيلية المركز التاسع 49 نقطة، أوساسونا المركز العاشر 47 نقطة، رايو فايكانو المركز 11 46 نقطة، مايوركا المركز 12 44 نقطة، فالنسيا المركز 13 40 نقطة، سيلتا فيجو المركز 14 40 نقطة، الميريا المركز 15 39 نقطة، قادش المركز 16 38 نقطة، بلد الوليد المركز 17 38 نقطة، ختافي المركز 18 38 نقطة، اسبانيول المركز 19 35 نقطة، وإليتشي المركز 20 والأخير 21 نقطة. متابعين الكرام، بالنسبة لترتيب الهدافين في المركز الأول روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة سجل 23 هدف، المركز الثاني أبو إبراهيم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 18 هدف، والمركز الثالث خوسيلو لاعب اسبانيول 16 هدف، المركز الرابع أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد 14 هدف، وإنيس أونال لاعب ختافي، والمركز الخامس ألفارو موراتا لاعب اتلتيكو مدريد 13 هدف، وبرخ لاعب ريال بيتيس، وفالنتين كاستلانوس لاعب جيرونا، وفيدات موريكي لاعب مايوركا. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف الان على ترتيب صناعه الاهداف. المركز الاول انطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد صنع 13 هدف، المركز الثاني ميكل ميرينو لاعب ريال سوسيداد صنع 9 اهداف، وفينيسيو جونيور لاعب ريال مدريد، والمركز الثالث لوكاس روبرتون لاعب الميريا صنع 8 اهداف، ورودريجو لاعب ريال مدريد. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو، وانا معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.